رح نطلع على موضوع هيك غريب عجيب. يشهد قصر العدل ببيروت اليوم مواجهة قضائية من نوع آخر مع توجه القيادي بالتيار الوطني الحر المحامي وديعة إلى المثول اليوم أمام قاضي التحقيق الأول ببيروت بلال حلاوي، وبالدعوى المقامة عليه من قبل رئيس حكومة المستقيلة نجيب ميقاتي. لنطلع أكثر شو القصة، شو أساس الدعوة، شو فحواها وشو رح يصير. وزي بينضم عقل شخصيا رح ينضم لنا هلأ مباشرة. صباح الخير. صباح الخير بالأستاذ الكرام، مستقبلكم نحن بالأكثر يا أستاذ. خبرنا شو القصة، ليه مدعي عليك النجيب؟ نجيب ميقاتي حاول بالربيع الماضي أنه يعمل نوع من ضغط لأنا خفف الملاحقات الملفات المالية. نعم. بكل وضوح. نعم. وهو تحديدا قبل صدور مذكرة التوقيف الفرنسية بحق رياض سلام. نعم. وقبل شهرين من صدور العقوبات الأمريكية البريطانية السنادية بحق رياض سلام وعصابته، لجأوا في بيروت إلى ادعاء ضدي، وبوقتها طلبوا رفع الحصانة عني عن نقابة المحامين، وأنا لم أصر على إبقاء الحصانة، بل جاهرت وقلت أنا أريد المواجهة وأريد أن يرى ويشاهد الرأي العام في لبنان من هو ضد الفساد ومن يحمي الفساد. نعم. يعني نازل. طبعا واثبتت هيدا الشيء، واليوم بعتقد اداء امام كل اللبنانيين فينا نكون مرتاحين الضمير ونخبر كل اللبنانيين. يعني هو بده يتشكى على كل اللبنانيين بالاخر، يعني هو باللي هي بده يتشكى على كل اللبنانيين اذا من هالمنطلق. ايه بده يشد حيله. ايه يشد حيله لانه بده يتشكى على الكل. ايه يعني حيصفي رئيس حكومه عم بيتشكى على كل ابناء الوطن تبعه يلي هو مسؤول مفترض عنه، وعلى الصحافه وعلى الاجهزه الاعلاميه. ايه لقلك ليه؟ لانه هو مفكر انه بيتعاطى معنا، نحن منخاف ولا نحن منتراجع. انا قلتها واقولها وساكرر. نعم. هناك مراسلة قضائية من إمارة لينكتنشتاين في أوروبا، بقلب هذه المراسلة اللي وصلت إلى القضاء اللبناني منذ أكثر من سنة. نعم. يلي منشور بصحف عالمية، هذه المراسلة بقلبها في شركة اسمها M1 Group تابعة لآل ميقاتي، وهذه الشركة في حوالات مالية 14 مليون دولار مدفوعة إلى شركة تانية SI2SA، شركة سويسرية مملوكة من رياض سلامة المعاقب بالولايات المتحدة الأمريكية بجرائم فساد مالي. نعم. والمدة عليه في فرنسا، والملاحظ بمذكرتي انتربول من فرنسا ومن ألمانيا. أوضح من هيك ما في. يعني مسؤولك اليوم للمطالبة، يعني رح تروح للمطالبة بتحريك ملفات الفساد. طبعا عم يدعيوا علي لاسكت، انا رايح اليوم اقول لهم لازم تشتغلوا اكثر. طيب استاذ، لازم تحركوا الملفات. استاذ وديع، يعني الحصانه بعدها موجوده عليك؟ لا انا نعابة طالب يرفع رفعوا الحصانه عني، وهذا بملء ارادتي. يعني هو طلب تكون عارفه. بلكي صار حبه ورا حصانه، بلكي صار في ضغوطات لتوقيفك. وبسيطة وسهلة، بس الله يرضى عليكم ما بدي بوجي، يعني انا فريش اورنج، ما حدا ما يقول لي بوجي مهضوم. لا، الحق ما بيموت. اكيد الحق ما بيموت، خاصة معك ان شاء الله بتبين الحقيقة. لا بس لنطمن كل المشاهدين، ما حدا يعتنام. اوكي. مواجهة صغيرة، انا واجهت زعيم يلي اسمه رياض سلامي وكسرته. صحيح. ما حدا يعتلم. طيب. ونحن اولاد مدرسه الجنرال ميشيل عون مش معودين نرجع لورا. طيب، في كذا سؤال معلي حضرتك معنا نستفيد. رياض سلامي وين؟ كل العالم عم تسال. لحو بين البيت بالصفرة والبيت بالرابية اللي حد بيته الاساسي، وليه مقصرين يروح يجيبوه؟ ما في ولا جهاز امن لبناني. نعم. حديث الساعه،
ولا سياسي لبناني من الصف الأول باستثناءنا نحن نعم بيجيب رياض سلامة، لأنه كراكتهم مع رياض سلامة هي لقاء حماية رياض سلامة في بيروت، ورياض أوكي. سلامة ملاحق لحديث الساعة من 11 دولة قضاء ومدعي عام مختلف في صح؟ العالم طيب. ولكن هو محمي بإرادة بلبنان. طيب بعد عندي سؤال في يطلع من لبنان وما حدا يصدق فرده وما حدا يصدق انه بيطلع ما بيطلع من لبنان محمي فقط بلبنان حبيب. طيب سؤال بعد في صحيفه فرنسيه الاسبوع الماضي بتقول انه عندها معلومات على وسائل الاعلام والاعلاميين والصحفيين كانوا عم يعني يقبضوا حتى يبيضوا له صفحته، بالمقابل كمان في البعض كان عم يقبض بفرنسا ليسود او يعني ياخر القاضيه اللي كانت مستلمه الملف بهذا الموضوع، ما صحه هذا الخبر؟ هذا الخبر صحيح استاذ عبدو، بشكرك لانك حكيته مش لانه بدي خبر شو صار، الناس كلهم صاروا يعرفوا انه رياض سلامه ومريان الحويي ومروان خير الدين والجروب عملوا محاوله لأبع القاضي الفرنسيه وعرقله التحقيقات وضرب صوره المدعين الاوادم. وهون بدي اسمي منهم اثنين، استاذ ويليام بوردو المحامي والاستاذ عزيز سليمان، هودي ابطال عم يشتغلوا بباريس وجروب كبير في مجموعه قاضي والشباب الشاطرين، ولكن الملاحظة المهمة مش هون، رفضوا بفرنسا 20 مليون يورو لعرقلة وضرب التحقيق، وكذلك انه يعملوا حملة إعلامية لتشويه سمعة من يلاحق رياض سلامة. انتبهوا يا عبدو يا عبدو، انتبهوا أمام كل المشاهدين الأو تي في، خلوهم يسمعوني بهالتفصيل. إذا بفرنسا دفعوا 20 مليون يورو تيضربوا الصورة والسمعة الأوادم، بلبنان رفضوا مئات ملايين الدولارات بإعلام مرتسي وسخ ملقي تاجر بأموال الناس وتاجر بشاع عمر الناس. كل ليرة دفعت لإعلاميين ولسياسيين ولهود الببليك فيجر لقاء انه يحموا ارتكابات الفاسدين بحق مين؟ بحق اهل شعبهم واهل بلدهم. بفرنسا 20 مليون بس تتخيلوا قد ايه كان حق راسنا بلبنان. نعم. ولانه بينتهي معناه لنحكيها، انتوا اعلام بيشتغل بسلسله ارمله لانكم اوادم. لو كنتوا زعران ولو كنتوا بدكم تغطوا سرقه جنى عمر الناس كنتوا بتعوموا بالملايين الدولارات. صح. ولكن لانكم اولاد عصي واولاد كنيسه وأوادي، نحن اليوم على مقربة من عيد الميلاد المجيد، انتو اشتغلتوا برسالة المسيح تجاه وهيدي التهنئة. وهون الشهادة من الخبر الفرنسي بتوقيف العصابة ورفضة وادعاء عليها لأن حاولت ترشي رأي اني دفعوا 3 مليون ونص من أصل 20 مليون ما لحقوا يدفعوهم كلهم. تخيلوا بس بلبنان التحية للاعلام وانتوا على راسهم، للاعلام تسلم. الادمي والسياسيين الادميين الرئيس حسين عون لما كان بالقصر الجمهوري لتشويه وضرب سمعته رفضوا مليارات الدولارات، ولكن هيدي هون ببين القمح من الذقان وببين الاوادم وابراز انه نحن بنتعرض للهجوم لانه نحن بندافع عن حقوق الناس. نعم. ولقاء بس لقاء كلمة ميرسي وكلمة وطنية وما بنطلب شيء ثاني من الناس. شكرا لك المحامي وديع عائل، طبعا بدنا نقول لك الله يحميك، واكيد منصور باذن الله الحق ما بيموت. شكرا لك واكيد متابعينك.